طب ما الذي يريده الاحتلال الإسرائيلي من استهدافه لقوات اليونيفيل؟ هل يريد أن يتم مثلا إبعاد هذه القوات مع أنها يعني ليس لها مهمة قتالية مثلا بالشكل المفهوم، العدد ليس يعني كبيرا مثلا بالشكل المفهوم أيضا، والمهمة هي المراقبة فقط وحفظ السلام؟ حضرتك يعني في سؤال حضرتك يا أستاذ حساني كانت الإجابة المراقبة. يعني هناك استهداف، لو حضرتك يعني تابعنا سويا نجد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف كاميرات المراقبة، كاميرات المراقبة تحديدا لقوات حفظ السلام، دليل قاطع على أن هناك الكثير من المجازر يتم الإعداد لها من جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفذها داخل الجنوب اللبناني، وهو يقلق من أن يتم توثيق هذه الجرائم بشكل كبير من قبل قوات اليونيفيل، لأن هذه القوات يعني تتبع ما لا يقل عن 120 دولة، أغلبهم من القوات الأوروبية ومن الدول الأوروبية، وهو يخشى من أن يتحول الموقف الأوروبي بشكل كبير ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا تم توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها وبشكل ممنهج دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ملاحقة قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال الإسرائيلي سواء أمام محكمة العدل الدولية إذا كان في اتجاه الدولة الإسرائيلية، وأمام الجنائية الدولية إذا كان للأشخاص سواء نتنياهو أو جالنت أو غيره من القادة العسكريين الذين ارتكبوا جرائم حرب. عندما قلت دكتور حامد أن الدول الأوروبية كثيرة يعني مشاركة حتى بأفراد في هذه القوى المتعددة الجنسيات لحفظ السلام اليونيفيل في لبنان، هناك زعماء لتسع دول في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط دعوا لوقف فوري لإطلاق النار، هل هذه الدعوة يمكن أن تلقى استجابة؟ يا حسني بيه، الموضوع صعب جدا. إسرائيل دولة وكيان لديه مخطط واضح وتريد أن تنفذه على واقع الأرض، بدليل أنها إذا كانت تريد إعادة محتجزينها بشكل واقعي وواضح في إلى شمال إسرائيل، كان عليها أن تلجأ إلى التفاوض، كان عليها أن توقف الحرب، كان عليها أن تتفاوض مع حزب الله ومع الحكومة اللبنانية التي قالت بالحرف الواحد أنها راغبة في تنفيذ القرار رقم 1701، وأيضا بعض المسؤولين في حزب الله أكدوا على ذلك من أن لديهم رغبات إذا تم وقف الحرب على قطاع غزة. إلى متى ستستمر الحرب على قطاع غزة بعدما اعتبرتها إسرائيل اليوم معركة ثانوية، يعني أصبحت ليست هي الجبهة الأهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الجبهة الأهم الآن هي الجبهة اللبنانية. ولكن على واقع الأرض إسرائيل لا تريد بأي حال من الأحوال وقف الحرب إلا بعد تغيير شكل الشرق الأوسط. إسرائيل تريد توسيع رقعة الصراع، وده اللي شاهدناه في الكثير من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. يعني في شهر 7 من العام 2023 خرج سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي وخلفه خريطة، وهي خريطة إسرائيل الكبرى وتضم الكثير من الأراضي العربية في رغبات واضحة من قبل هذا المتطرف للسعي إلى تأجيج الصراع. والنقطة الأخرى عندما خرج نتنياهو وأيضا خلفه الخريطة، ويضم خلف هذه وجزء من هذه الخريطة التي يعني تشمل دولة إسرائيل الكبرى المزعومة الضفة الغربية كدليل قاطع على منهجية الاحتلال في تكريس واقع جديد، والآن تتجه إلى الجنوب اللبناني وتريد إقامة منطقة عازلة وإعادة الاحتلال واستمرار هذا الاحتلال لفترة ليست بالقصيرة، لأنه إذا خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن من الجنوب اللبناني وعاد إلى أدراجه من وجهة النظر الإسرائيلية فإن حزب الله سيتقدم مرة أخرى في جنوب لبنان واستهداف هذه المنشآت، وهو لا يعلم أنه حتى إذا أبعد حزب الله عن الجنوب اللبناني فإن الصواريخ والباليستية التي يمتلكها حزب الله والصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله تستطيع أن تصل إلى قلب تل أبيب وإلى الشمال الإسرائيلي حتى وإن تم إبعاد حزب الله إلى الجنوب اللبناني، إلى الشمال اللبناني عفوا. طيب يعني في مثل ما حدث من جرائم حرب في قطاع غزة، طبعا نعلم أن المحكمة الجنائية الدولية بقيادة كريم خان دكتور حامد اتخذت قرارات باعتقال نتنياهو وزير الدفاع أيضا جالنت. هنا الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش يعني ندد بما حدث لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، هل ترى أنه يمكن أن يتم اتخاذ قرار ما من الأمم المتحدة، قرار ملزم
أو قرار قوي كما اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالنت؟ يعني يا أستاذ حساني، هذه الأزمة الكبيرة وهذا الاعتداء المتكرر الفاضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى لبنان يظهر موات بشكل قاطع المؤسسات الدولية وحاجتها إلى التعديل. شخص الأمين العام للأمم المتحدة يتم استهدافه بشكل متكرر، لدرجة أن إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي قال أنه شخص غير مرغوب فيه ولا نرغب في دخوله إسرائيل، عندما قام يعني مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة بتمزيق ويعني هتك بشكل قاطع وقام بإتلاف ميثاق الأمم المتحدة. إذا قامت أي دولة بفعل هكذا فعل جريمة شنعاء بكل ما تحمل الكلمة، كان من المفترض أن يتحرك المجتمع الدولي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يعني هذه الأزمة أظهرت أنه لابد من تغيير مجلس الأمن وإضافة دول جديدة، لابد أن يعبر مجلس الأمن عن كل الدول وعن كل المناطق في العالم وعن دول مهمة ومؤثرة، لابد أن يكون هناك تمثيل لدول مهمة في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية في القارة الأفريقية في القارة الآسيوية، حتى يتسنى لهذه الدول أن تعبر عن المشكلات الرئيسية، لأن النظام الحالي أصبح به الكثير من التناقض والكثير من الاختلافات والتقاطعات التي لا تخدم أي من هذه القضايا، باعتبار أن النظام الحالي أصبح عبء ثقيل على القضايا وعلى كيفية إيجاد حلول ناجعة وشاملة لهذه القضايا الدولية المتراكمة والمتزايدة، وأصبحت الإدارة الأمريكية باعتبارها هي القادرة على حل هذه القضايا جزء رئيسي من المشكلة وليست فاعل لإيجاد حلول حقيقية في سبيل تحقيق يعني اختراقات حقيقية تؤدي إلى تخفيف النزاعات في الشرق الأوسط، وليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في كل دول العالم. في الناحية السياسية والعلاقات الدولية دكتور حامد، وأنت متخصص في هذا الأمر، هناك تحركات من عدة دول بأنها تهدد إسرائيل بأنها سوف تقطع العلاقات الدبلوماسية معها في الناحية السياسية. هل هذا يمكن أيضا أن يكون له تأثير على الاحتلال الإسرائيلي، أم أنه أيضا لا يرقى إلى مستويات يمكن أن تؤثر على مجريات ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني إن أردنا أن تكون هناك خريطة واضحة للدول لكي تضغط على إسرائيل بشكل قاطع فيما يخص وقف العدوان الممنهج من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وأيضا على لبنان، علينا أن نتحرك في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول والرئيسي هو التهديد بقطع هذه العلاقات، صدور قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع منه، وهذا سيمثل ضغطا حقيقيا على دولة الاحتلال الإسرائيلي. التهديد بقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال، لأن إسرائيل وإن كانت تحصل على دعم كامل وكبير من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يترنح ويعاني، وهذا ما زار من تقليص تصنيفها الائتماني في من المؤسسات الدولية نتيجة أن هذا حتى يعني بدأ هذا الظهور لانهيار الاقتصاد وانهيار العملة الشكل مع حربها في قطاع غزة، يعني فناهيك عن دخولها أو توسعها في جبهة أخرى في لبنان، فمن المفترض أن ينهار الاقتصاد الإسرائيلي أكثر فأكثر. هل يعتبر هذا عاملا ضاغطا دكتور حامد لأن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي قليلا عن حربه المستمرة على لبنان؟ أتفق مع حضرتك جدا، لأن هذا من أخطر العوامل المؤثرة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن ما تم إنفاقه حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل بشكل كبير على هذه الحروب التي لا عائد ولا طائل من ورائها حوالي 67 مليار دولار، وده رقم كبير جدا، بالإضافة أيضا إلى عجز كبير جدا لهذا ما تم صرفه، بالإضافة أيضا إلى أن إسرائيل من المفترض ألا أنها غير قادرة على أن تخوض حروب طويلة، ولأول مرة تخوض حرب طويلة جدا وممتدة الأمد، وهذا سيؤثر على الكثير من القطاعات، بالإضافة أيضا إلى أن أغلب الشباب الإسرائيلي من المفترض أن يكون في هذه القطاعات ليتم تشغيلها هو اتجه
وتم تجنيده داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بشكل عام الأمور في داخل إسرائيل ليست في صالح إسرائيل. إسرائيل أصبحت مهددة بشكل كبير نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية. إسرائيل مهددة أيضا نتيجة أننا شاهدنا اليوم وأكثر من 150 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار كدليل قاطع على أن إسرائيل أصبحت يعني لا تستطيع أن تفتح كل هذه الجبهات مرة واحدة، فما بالك إذا دخلت في حرب طويلة مع إيران ومع حزب الله، وخاصة أن حزب الله يتعامل بذكاء شديد مع إسرائيل. هو لا يريد أن يلقي بثقله العسكري مرة واحدة، ولكنه يتعامل وما زال متمسك بقوة بأسلحته التي لم يتم استغلالها واستخدامها حتى هذه اللحظة. حزب الله ما زال لديه من قدراته العسكرية حوالي 85% وبخير، وبالتالي هو يستطيع أن يؤلم دولة الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك سيمثل عبئا كبيرا على إسرائيل وعلى الاقتصاد الإسرائيلي.